قال مساعد مدير أمن تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف إن شرطة المحافظة تعتمد مبدأ الخبرة والكفاءة في توزيع الأفراد والضباط على مراكز الشرطة في المدينة التي يبلغ عددها 14 مركزا. وأضاف العقيد السقاف في تصريح ليمن شباب أن تلك الخطوة تأتي ضمن عمليات بناء الهيكل التنظيمي للإدارات ومراكز الشرطة في المدينة. تم توزيع الأفراد على الأقسام بالإضافة إلى الضباط، استدعينا الكوادر المؤهلة من الضباط، حاولنا تفعيل العمل وتطوير الأداء. الآن عندنا هيكلة في كل قسم يجب أن يستكمل البناء التنظيمي والهيكلة التنظيمي للإدارات والأقسام، مثل يعني في كل قسم لابد أن يكون مندوب بحث جنائي وعمليات وضابط أمن بالإضافة إلى شؤون إدارية. كل هؤلاء يقومون بعمل الأقسام بالإضافة إلى القيد والتوثيق وسرعة الاستجابة في القضايا المعروضة أمامهم. كما أشار العقيد السقاف إلى أن مراكز الشرطة موزعة في المدينة بحسب نطاق الاختصاص. موزعين الأقسام طبعا على نطاق الاختصاص المكاني، كل قسم شرطة له نطاق اختصاص مكاني حتى لا يحدث تداخل ويتم توزيع الاختصاصات من وجب هذا التوزيع.